السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نقاش جمعوي. نستضيف في هذه الحلقة سي عبد الله حسنين الكاتب العام لحركة الطفولة الشعبية. أهلا وسهلا. شكرا الأخ يوسف على الاستضافة. والسي أحمد الهادي نائب رئيس جمعية المواهب للتربية الاجتماعية. شكرا شكرا جزيلا لكم الاستضافة. سنناقش مع الضيفين الكريمين تدبير الحكومة للمخيمات الصيفية، أو بالأحرى تدبير وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب للمخيمات الصيفية. سي الهادي نبداو بك. مرحبا. أهلا وسهلا بك. كيفاش تتشوف تدبير هذا القطاع الحكومي لملف المخيمات الصيفية؟ وجهة نظركم أنتم كجمعية وطنية. وقد تم استضافتنا الموسم الفارط، لازالت دار اللقمان على حالها، بمعنى أنه تدبير ديال هذا الملف لازال يعني يحتاج إصلاح، ولازال يحتاج يعني رغم التراكمات اللي عرفها هذا الملف، ورغم أن هناك مجموعة ديال الاجتهادات، ولكن الملف لا زالت هناك مجموعة من التعثرات سنتحدث عنها في خضم هذا الحديث تاعنا، وسنتحدث كذلك عن أين تتجلى التعثرات التي يعرفها هذا الملف، وأين يتجلى التقدم إن كان هناك تقدم على مستوى السنوات الفارطة. نعم سي عبد الله. شكرا. هو في البداية خصنا نسجلوا بأن هذا الحوار تيجي في منتصف الولاية الحكومية، وحنا نعم. كنا سمعنا يعني الحصيلة الحكومية. الحصيلة نعم. الحكومية وكذا. أنا بالنسبة لي شخصيا ما غاديش نطول في هذا الموضوع ديال الحصيلة، ولكن اللي تهمنا حنا كجمعيات تربوية هو جوج الفئات العمرية، نعم. الطفولة والشباب، نعم. وتعرفوا بأن الطفولة في البرنامج الحكومي ما خداتش حتى شي حاجة، والدليل هو القطاع ديال التعليم والإضرابات اللي كانت والخصاص اللي وقع في هذا القطاع. وبالنسبة للشباب كذلك تعرفوا بأنه 1.5 مليون ديال الشباب من 15 إلى 24 سنة ما موجودين لا في التعليم ولا في التكوين ولا في التشغيل. هذا بعدا جوج نقاط سوداء في هذا البيلون ديال الحكومة. أما فيما يتعلق بقطاع المخيمات هو موضوع شائك، لأنه منذ أكثر من 20 سنة وحنا تنعرفوا درجات ومستويات من التدهور ديال هذا القطاع في مجالات متعددة. يمكن لو بغينا نفصلوا غادي نشوفوا الفضاءات، البنية التحتية، الأعداد، التغذية، المطعم، المدة ديال المخيم في حد ذاتها، وكل هذه سلبيات اللي سبق الجمعيات الوطنية في إحدى الندوات اللي كنا دعينا لها في وقت الكوفيد ناقشنا هاد المسائل ورفعنا نداء للوزارة باش تنظم واحد حوار وطني حول المنظومة ديال التخييم بصفة عامة، ولكن مع كامل الأسف ما تعتمدوا على واحد المرسوم اللي مرسوم سلبي في جزئياته وفي شموليته، وخص حوار وطني باش يمكننا نطوروا هذا القطاع. ولكن في تسويق البرنامج وطلع للجميع يعني ديما كيكون هذيك الحوار الوطني راه كاين، لا مع الجامعه لا مع الجمعيات كيكون هاد النقاش هذا. يعني انت الان تقول بانه ما كاينش هذا الحوار الوطني. ما كاينش حوار. اولا حتى الجامعه الوطنيه للتخييم اللي هي بالاساس تاسست باش تكون لسان حال الجمعيات الوطنيه والجهويه والمحليه، الان ولات صديقه الوزاره. الجامعه هي المرافق ديال الوزاره، الحوايج اللي تتصعب على الوزاره تتعطيها للجامعه باش الجامعه تصطدم مع الجمعيات. ما بقاش قبل كنا تنتفاوضوا مباشره مع الوزاره، وتيمكن اذا ما عجبتنا شي حاجه تندخلوا في الوزاره وتنسجلوها في بلاغات. الان عن طريق الجامعه وحنا عضو فيها ما يمكنش نصطدموا مع الجامعه اللي حنا اللي مؤسسينها في الاصل. فلهذاك هذا اشكال حقيقي، ولا شفنا الجامعه الوطنيه للتخييم في هذه المده الاخيره، ولا تتلاها نصف سنه في التكوينات ونصف سنه في المخيمات. نعم. مع العلم
انها كان خاصها تكون واحد القوه اقتراحيه وواحد المحطه للترافع والدفاع على القضايا الطفوله والشباب، ماشي فقط في المخيمات اللي هي جزء، لانه العرض الوطني راه ما فيش المخيمات، فيه واحد العدد كبير ديال المجالات. حنا دابا تنبخسوه حتى الدوله براسها وحتى البرلمان ملي تيناقش هذا الموضوع تيناقش فقط المخيمات. نعم، وحتى الجمعيات لا الوطنيه لا كذا اشتغالها كيكون في المخيمات اكثر ما كيكون في كاين مجالات اخرى، كاين التكوينات، كاين، ولكن المخيمات هما اللي تتكون فئه يعني واحد شريحه واسعه تستفد منهم وكيكونوا عندهم واحد الاشعاع كبير. المهم غير في هذا الاطار اللي قال السي عبد الله السي الهادي، هو انه هنا الطرح اللي قال السي عبد الله تاع الجامعه، وانا اتقاسم معه، يعني تتفق بانه المشاكل لا بلاتي ان نعطيك السؤال بداك، المشاكل اللي تتعيشها اللي كيعيشها القطاع الجامعه جزء منه تاهي وهي السبب فيه. هذا الطرح كيقولوه البعض. حنا غادي نرجعوا تاريخيا. اولا شكون اللي كان كيدبر هذا الملف بالنسبه للجمعيات ككتله كان الاتحاد. كان الاتحاد، والاتحاد كان قوه اقتراحيه اللي اعتقد بانه تم اقباره لحد الان، رغم تجديد المكتب من بعد ما تجمد في يد الاخ عبد المقصود كرئيس كاخر رئيس تاعو، وخذوا الاخ الصبر، ولكن تم يعني تجميدوه دخلوه كما كنقولوا للثلاجه، وبالتالي كانت الحوار كان الحوار مباشر مع الوزاره. وفي الحقيقه كنقولوا بانه حنا كانت عندنا مكتسبات، مني حنا كجمعيه وطنيه كانت عندنا حنا مكتسبات مني كان الحوار مباشره مع العمل، لا على مستوى مثلا الاعداد ولا على مستوى الاستفاده منه. ولا نرجع بك انايا يعني على الايام المرحلة التخييمية اللي كانت 15 وشوية ولا 12، والدبدبات كانت سنوات اللي رجعت لعشرة، يعني واحد المجموعة ديال المشاكل اللي جات للوزارة وما بقاتش بغات يعني تحاور مع جميع الأطراف، كل طرف على حدة، اقترحت على أساس أنه يكون مخاطب رسمي اللي كيمثل الجمعيات كاملين هكا باش تأسست اولا الهيئه وعباش من بعدها. ولكن يعني بلا ما ندخلوا يعني في طريقه التأسيس كيفاش كانت وشكون اللي على اين كانت النوايا ديال الجمعيات العتيقه الجمعيات الوطنيه اللي كانت مؤسسه الاتحاد، كانت نيت هاد يعني هاد الإطار يكون إطار اللي كيرافع باسمية الجميع، إلا أنه كنلقاو بأنه ما حنا كجمعيات أحيانا ما كتنصفنا لا جامعة ولا وزارة. وبالتالي بحال مثلا غادي نرجعوا لهذا العام، يعني التراجع ديال الأعداد اللي كانت في الوقت ديال القحط وصلت ل 3000 و 4000 مقعد للجمعيات الوطنيه، وبالتالي كتنزل من 3000 ومن 4000 هذه السنه ل 800 بالنسبه للجمعيات اللي كيصنفوها الالف. نعم. اللي منها الجمعيات الوطنيه اللي تفوق يعني 30 سنه وبالتالي حتى يعني الجامعه بحضور الوزاره داروا واحد دي كريتير يعني اللي بحال اللي تيقولوا لينا غشوا، تيقولوا لينا تنازلوا على المبادئ تاعكم، تيصنفونا حنا مثلا. ولكن اسمح لي، انتم كجمعيات وطنيه داخل الجامعه قبلتوا بهذا الوضع هذا؟ لا. وساهمتوا فيه وشجعتوه؟ لا وقبلتوا به؟ لا ما اسمح لي، لانه هذه المساله ديال احنا يعني اخر مؤتمر ديال الجامعه اللي كان، وهذه مناسبه كنترحموا على الاخ نشيط كجمعوي وك يعني السيد اللي كان تسلم من بعد ما من القرطيطي وتوفى، جاء
جا واحد الطريقه يعني باش تاسست القياده الجديده، نحن لم نكن متفقين عليها، ولكن يعني زعما اش غادي دير انت وسط 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 من التعويم اللي تعومت الجميع. لا ولكن اسمح لي، كان تعويم كان كذا، ولكن الامور دازت ياك سي عبد الله، دازت بصفه ديمقراطيه، تم التصويت على واحد الشخص طلع ونجح وكان بحضور الجمعيات الوطنيه براسها كان حاضر. تمام، هو بغض النظر على الاشخاص، هادشي اللي حنا ما تنهضروش على الاشخاص، حنا تنهضروا على الهيئه. هي حنا عضو الجمعيات الوطنيه والجمعيات المحليه والجهويه، عضو في الجامعه. نعم. تيخصها تشتغل من داخل الجامعه باش تغير في المسار ديال الجامعه. غادي نلقاو المعارضه، لانه حنا عارفين دابا السياسه العموميه في هذا القطاع تتم بوزاره فيها ثلاثه ديال القطاعات، ولكن الاهتمام كله موجه للثقافه والتواصل. وحتى الى دخلنا القطاع الشباب تنعاودوا نلقاو الشباب اكثر، بمعنى انه الملف اللي تيهمنا حنا اللي هو الاطفال عنده واحد الاهتمام متواضع وبسيط وحشمان فلهذا الا كان شي اشتغال تيخص يكون في هاد الاتجاه. حنا ما تنضربوش الاجهزه على اتحاد المنظمات للجامعه، هي تنسيق ما بين تيخص الاشتغال من الداخل بغض النظر على الاشخاص، وتيخص الوزاره تقتنع بانه لا بد من فتح الحوار. ونحن دابا تنديو رسائل تهنئه للوزير ما يجاوبكش، رسائل طلب لقاء ما يجاوبكش، رسائل ديال طرح واحد البرنامج سنوي ما يجاوبكش. وما كيجاوبكمش بصفه شخصيه يعني كمؤسسات كجمعيات كمؤسسه ولكن ربما كيجاوب الجامعه كمؤسسه. ايوا كي حنا عندنا عندكم مطالب، كل جمعيه عندها مطالب. لا، حيت الجامعه تخيم التكوينات راه تندوزو عن طريق الجامعه. نعم، ولكن انا مثلا عندي مشروع بحال دابا، حنا عندنا واحد المشروع كبير في مدينه الرباط، بناء مركب ثقافي سوسيو تربوي بالاقامه، وما كاينش بحاله في الرباط حتى عند الوزاره. نعم، بمعنى انه خاص الوزاره على الاقل تمد ديال المساعده وتهتم بهذا المشروع وتسمع بعدا. نعم، تسمع المشروع ديال خرجوزه كذلك اللي من 88 الان راه البناءات والبنيه التحتيه اللي كاينه كاع الناس تيشهدوا الطفوله بهذا الانجاز. انت خص الوزاره، مع كامل الاسف الوزاره ما تيطولوش في هذه القطاعات. نعم، تيجي يلاه تيتعرف على القطاع تيمشي تيجي واحد اخر، ما كاينش استمراريه المرفق العمومي. حنا مستمرين لان متطوعين، ولكن الوزراء كموظفين ما مستمرينش، وتيجي هو مكلف مهمه كيديرها وعنده واحد الهدف سياسي خصو. المرحله ديال حنا دابا 2026 غتكمل الحكومه وغادي نهضروا ديك الساعه على الانجازات. باش نديروا شويه النقد الذاتي لينا حنا كجمعيات وطنيه، يعني الجميع دابا هاد الحاله اللي وصلتوا ليها راه مرتبطه بضعفكم كجمعيات وطنيه. ذاك الاشعاع اللي كان عندكم واحد الوقت ما بقاش، بحكم انه اختلف حتى المتلقي، ما بقاش مرتبط هذاك الطفل، ما بقاش تغريه لعبه ونشيد ويحضر المخيم، عقليته ولات حاجه اخرى. هذا التطور، هذا الجيل الجديد، يعني كاين اكراهات عند الجمعيات الوطنيه، ما تجي الدور في دور الشباب تتلقاها قليله، حتى فروعها غالبيتها كاينه غير في الوراق، ما كيناش في الواقع. يعني انتم كجمعيات وطنيه تتحملون جزء من هذا المشكل هذا. انا اللي ممكن يعني نناقشه هو انه تراجع على المستوى الوطني، كاين تراجع على مستوى طريقه الاشتغال، ولكن طريقه الاشتغال الكلاسيكيه راه يعني ما يمكنش نبقاو محتفظين بها. العصر الطوار، الامكانيات الطورات تكنولوجيا، واحد المجموعه ديال الاشياء اللي عرفت يعني تطور، ما يمكنش نبقاو حنا مستقرين. وبالتالي حتى على مستوى الساحه، على مستوى الساحه راه هناك مجموعه ديال الجمعيات محليه جهويه. يعني تقر استلهادي بانكم انتم تتحملوا جزء من المسؤوليه كجمعيات. لا، وهاد يعني هاد الجمعيات ما يمكنش نتنكروا ليها، يعني زعما كنقولوا بانه خصنا حنايا الدعم. وبالتالي من يتحمل المسؤوليه ديال هاد التراجع؟ من يتحمل المسؤوليه؟ ليست الجمعيات وحدها،
ليست الجمعيات وحدها، وبالتالي يعني على مستوى يعني التكوينات خاصها تجدد كذلك، وعلى مستوى كما قال الاستاذ حسنين على مستوى خصنا اللي يستمع لينا، راه عندنا مجموعه ديال المشاريع اللي كما راكده يعني ما كاينش يعني اذن صاغيه باش لا على مستوى الجانب الثقافي المجالات اللي كنشتغلوا فيها حنايا والتربوي، ولا على مستوى الجانب التنموي. نعم. وبالتالي يعني ما يمكنش نحملوا المسؤوليه فقط للجمعيات. العنصر البشري عندنا حنايا تطور، العنصر البشري اللي كاين حاليا هو متطور فكريا وثقافيا واجتماعيا على العنصر يعني البشري ديال السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات. وبالتالي كاين حتى ديك التلاقح ديال التجارب ديال الاجيال داخل مثلا الجمعيات الوطنيه اللي كتطل على 60 سنه، ولا كاين التلاقح. وبالتالي يعني زعما خص كما قال الاستاذ حسنين خص اذان صاغيه لهذ المشاريع. عبد الله، السؤال اللي نيت طرحت عليه انت، واش متفق مع الطرح يعني لدنا النقد الذاتي لنفوسنا، واش بصح كاين هذا الامر هذا؟ بطبيعه الحال كاين، راهي هي الا بغينا نقولوا اسباب ذاتيه وموضوعيه. صحيح. ذاتيه هذا الشيء اللي ذكرتي، بطبيعه الحال الا غادي نهضروا على بعض اكبر المدن دابا في المغرب اللي هي الدار البيضاء الرباط، تلقاها اضعف نقطه من حيث النشيط الجمعوي. صحيح. فين دابا عندنا حنا كلنا كجمعيات وطنيه، فين عندنا الكثافه ديال الانشطه في المدن الصغيره؟ وهذا الشيء راه تنعرفوا حنا التطور السياسي ديال البلاد راه كيف وقع تهجين الاحزاب السياسيه والنقابات واحد المرحله ديال هذه واحد 10 سنين الاخر، تهجين العمل الجمعوي. صحيح. تهجين العمل الجمعوي، وبالتالي ولا واحد شبه رفض، يمكن هذا التحليل ديالي ما غاديش نحمل الجهاز اللي تمثلوا هذا الراي. نعم. ولكن تيبان لي انا بانه بحال خصنا بحال الوقت اللي مرينا بديك الجمعيات ديال السهول والهضاب، دابا هاد الجمعيات اللي باغات اللي عندها مشاريع وتتنتقد الحكومه والسياسه العموميه ما عندنا ما نديروا بها، دابا ولات جمعيات اخرى حتى هي صوبنا لها ودرناها وطنيه ودرنا لها 90 فرع وكذا، ولات هي دابا نعطيك على سبيل المثال في المشاورات مع الوزاره حول الملف ديال المخيمات، حنا قدمنا الملف رقم 4، حنا 40، ولكن في المشاورات حنا 18، ولا شفنا اللي قبل منا ما تعرفوهمش. يعني كل جمعية بانت مؤخرا جديدة؟ لا ماشي مؤخرا، ولكن هذا مسؤول عنده جمعيته، هذا مسؤول اخر عنده جمعيته، كذا هما الاولين، بحيث ملي تمشي تطلب انت فضاءات اللي معروفة بالرحابة ديالها وبالجودة الخدمات وكذا تطلقها مملوءة، امتى تملأت؟ الله اعلم. يعني اللي فاوض على الاول كيفاش يوصل الاول؟ ما كاين مفاوضات الاول، كاين اليد على بعض الفضاءات وبعض المراحل في التخييم مسبقا. تجي تقول لك بقى لك المرحله الاولى والخامسه اللي ما تيبغي يمشي لها حتى شي واحد. صحيح. لانه فتره ديال الامتحانات وفتره ديال النهايه تعاود الموسم الصيفي. ومن تقول تتهضر على المراحل الثالثه والرابعه عامره، لا سيما بعض المراكز غادي الخريطه معروفه، السعيديه، الغابه، الحوزيه، طماريس، هذو اللي فضاءات مهمه وتتاخذ العدد تلقى عامره، يقول لك لا باقي دبوزه، باقي سويريه، باقي كذا اللي وحتى الا كانت كيكون الحموله ديالها ضعيفه قليله. نعم. قليله، ما يمكنش انه احنا مثلا هذه السنه كنا بغينا نديروا مخيم موحد واحد، مرحله واحده نديروا فيها مخيم وطني بالاعداد كامله، ما استطعناش. ما استطعناش لانه ما بقيتيش تتقترح، ولكن خصك تفرض على واحد البرنامج واحد الوقت تفرض عليك. نعم. وهاد الاشياء بحال اللي قلت، هي كاين التطور الطبيعي ديال الجمعيات، راه بحال اللي قال الاخ الهادي كاين تطور العنصر البشري. دابا حنا انا تنقترح عليكم في شي وقت ديال التدريب تزوروا التدريب ديال الجمعيات وتزوروا التدريب ديال الوزاره. نعم. حنا ماشي نفس المضامين. صحيح. ماشي نفس المضامين، تناخذوا الهيكله وكذا، ولكن حنا اخر التدريب راه كان اساتذه جامعيين اللي تنقلوا لهذا، وكان سميتو مداخلات مهمه في مواضيع ماشي. باقي نهضروا حنا على المنظومه، نهضروا حنا باقي تنهضروا على
تاريخ المخيمات، اش عندي هنا في تاريخ المخيمات بالنسبه لواحد المرشد اللي خصو مقبل على مرحله صيفيه خصو يطفى فيها الاطفال؟ صحيح. كيفاش يتعامل مع هذا؟ كيفاش يتعامل مع هذا؟ وشنو هو النوع ديال التنشيط اللي خصو؟ حنا تنقزوا على الاحداث وتنقولوا ناخذوا دور الشباب، دور الشباب فيها ضعف ديال الفروع وكذا، ما كايناش دور الشباب. صحيح. دير واحد الجوله في الدار ديال الاحصاء مشدوده. مشدوده. من الكوفيد سدات. وبواحد البلان، واحد استراتيجيه هو انه هنا غادي تحل، غادي تفرض على الكاروسون باش تدخل ليها، وما غاديش تبقى دور الشباب ديال التنشيط. هذا نقاش اخر خصنا نفتحوا في الحلقه الجايه. انا غير باش نكونوا عمليين ونزيدوا في البرنامج ديال المضامين بعدا كاين خصكم تنصفوا عليه. لا هادشي كثير راه حيت ناقشوا المده ما غاتفناش وغندخلوا غنفتحوا نوافذ كثيره. غير باش نبقاو في هذا الاطار تاع التخييم، في البرنامج الوطني للتخييم تاع الموسم 2023 كانت فيه بزاف المشاكل، والمشاكل عشتوها انتم كجمعيات وطنيه، كان فيما يخص التغذيه، لا فيما يخص البنيه التحتيه ديال مراكز التخييم، بزاف الامور كانت، لا النظافه لا هاد الامور. هاد الشيء احنا مقبلين على الموسم 2024، واش تم مناقشته معالجته ولا غنعيشوا في نفس الوضع؟ هذا مع العلم ان الوزاره تقول انها راه فتحت مراكز جديده وجيل جديد، يعني كيفاش تتشوفوا هذا؟ كاين يعني على مستوى البرنامج لا ديال الجامعه ولا ديال الوزاره، عاده دائما من بعد ما كينتهي الموسم التخييمي كتكون محطات ديال التقييم، والمحطات ديال التقييم كتكون جهويه وعباش كتنتقل، كتكون اقليميه جهويا وعباش وطنيا، تتكون على مستوى الجمعيات، كل جمعيه على حده، على مستوى الاجهزه ديال الجامعه. وبالتالي هل يتم استثمار المخرجات ديال هذا التقييم ويعني واخذها بعين الاعتبار مني كنبداو نبنيو في العرض الوطني الجديد، ام يعني هاد المساله انا غادي نتكلم انا على يعني المخرجات اللي كانت ديال 2023 ما غتبانش لي، بنت بعض التعثرات كما قلت انا في الاول ديال المداخله تاعي. من بين التعثرات هو التراجع اولا ديال الاعداد، التراجع ديال المراكز، بحيث انه ولات الوزاره كتطلب من الجمعيات انهم هما يمشيو يبحثوا على مراكز خاصه، وحنايا كوزاره غادي نعطيو الدعم يعني المنح اللي كنعطيو مراكز جديده وحسات المراكز جديده. إيه ولكن فين بين هاد ما بيناش لينا حنايا واش فتحت شي مراكز ولا، بويسكو انه على السنه الفارطه خيمنا ب 1400 وهاد السنه حنايا في الحصيص تاعنا عندنا 800. وكما قال الاستاذ حسنين راه العرض الوطني راه ماشي هو المخيمات ديال الطفوله، راه مخيمات ملتقيات ديال اليافعين، راه ملتقيات وطنيه ديال الشباب، راه ملتقيات ديال الكفاءات وديال القدرات الذاتيه الى غير ذلك، راه يعني كيضم برنامج سنوي. وهذا البرنامج السنوي اسمح لي سي يوسف، هذا البرنامج السنوي راه ما حنا انا بعدا كاين حنا كجمعيه وانا كنت مسؤول سابقا السنه الفارطه والسنوات الفارطه على هذا الملف، راه ما كنستافدوش حنايا لا من هذا المنح ديال العطل ديال نهايه الاسبوع ولا يعني. وكما قال السي هذه غير نقطع لك، لا واحد النقطه لا بلاتي لا حيت دابا حنا كنتكلموا على التقييم. لا حنا دابا انا غير جاوبني في هذه النقطه اللي سولتك. المخيمات الصيفيه ديال 2023 كان واحد المشكل ديال التغذيه وكان المشكل ديال المراكز، انتم كجمعيه واش حسيتوا بهذا المشكل هذا؟ لا قلت لك حنا في التقييم تاعنا كان اولا خص تعرف واحد المساله، راه مركز ما كيشبه المركز وسوق ما كيشبه السوق، بمعنى انه حنا عشنا كوارث في بعض المراكز وعشنا يعني متنفسات في مراكز اخرى اللي كان كيدبروها الناس اللي كانوا شي شويه انسانيين بالنسبه للتغذيه.
وبالتالي كذلك حتى على مستوى البنية التحتية. أنا ما عرفتش بعدا، لكن هاد السنة سمعت يمكن أنت سي غادي يعني شاطرني الرأي، علاش هادوك المخيمات ديال الأطلس، هادوك هما المخيمات، علاش هادوك حنايا كنمشيو كنبداو نبنيو في كيما اللي كنسميوهم الجيل الجديد في المخيمات، وكنخليو هادوك المخيمات اللي خصهم، هادوك هما اللي خصهم البنيه تاعهم، وهادوك هما المخيمات يعني اللي عشنا فيهم حنايا كأطفال. نعم سي عبد الله، هاد السؤال نيت نتوما كجمعيه خيمتوا في الموسم جوج نقاط اللي مهمه، التغذيه، مع العلم ان التغذيه راه زادت ولات 60 درهم في للفرد، والبنيه التحتيه ديال المراكز، كيفاش تتشوف؟ فيما يتعلق بهاد جوج ديال النقاط التغذيه والمراكز، بالنسبه لنا هما جوج نقاط سوداء في التقييم ديال 2023، ولكن حنا في عين المكان المدراء ديال المراكز ملي تيلاحظوا شي حاجه تيكاتبوا رئيس المخيم وتنرفعوا حنا هذاك التقارير للوزاره، ولكن مع كامل الاسف ما تيكونش شي رد او شي جواب. بالعكس السنه الماضيه ربما لهاد الانتقادات اللي وجهناها حنا على الفضاءات وعلى التغذيه صدر قرار المنع ديالنا من التخييم في المرحله الرابعه وحرمان خمسه الجهات 500 ديال الاطفال، وراكم تتعرفوا التبعات ديال هاد النقطه. نعم، في الاطار تسلكوا واحد الدعوه قضائيه وكذا، في واش مشيتوا في هذا الاطار؟ اي مشينا في الدعوه في المواصلات قربت تسالي، ولكن ما كاينش جديه لا من طرف الدوله ولا من طرف الوزاره، بحيث انهم اعتمدوا على بعض تقارير قديمه اللي كانت داخل فضاءات في 2019 وفي 2020 وفي 2022 ديال بعض المراكز اعتمدوا عليها باش يصدروا قرار المنع. هي اولا تلاعب بالمعطيات، وهذا القرار المنع تنخافوا انه يتجدد هذه السنه ضد جمعيات اخرى. باش ندوزوا للمحور الاخير هما سلاجي، دابا انت كفاعل جمعوي كنائب رئيس جمعيه المواهب والتربيه الاجتماعيه، شنو هو خصو يدار باش نتجاوزوا هاد الاخطاء كلها اللي دارت في هاد المراحل السابقه ولا في هاد البرامج السابقه؟ احنا مقبلين على 2024 غنبداوها في شهر 7، يعني اولا خص نبداو بينا احنا، خص يعني الجمعيات تكون جاده في هاد في المستوى في هذا الملف. نعم. يعني تتعامل مع هذا الملف بجديه وتعطيه حقه، هذه على مستوى الجمعيات، وما تخدمش بالارتجال. ثانيا خص اصلاح داخل الجامعه. الا ما كانش هذا الاصلاح راه ما غادي يكون حتى شي حاجه. الا بقات الجامعه يعني واحد الاداه وواحد الوسيله اللي كتضرب بها الوزاره، كتضرب بها الجمعيات، وكت يعني كتقصي بها مجموعه ديال الطلبات ديال الجمعيه، ما غادي يكون حتى شي حاجه. خص اصلاح داخل الجامعه، ويكون اصلاح يعني فعلي، وبالتالي خص كما قال الاخ حسنين خص تفتح حوار مباشر مع الجمعيه من طرف القطاع الوصي. الا كان عند القطاع الوصي نيه باش انه يطور ويجود الاشغال ديال هذا الملف، ويعني وتكون مكتسبات حقيقيه عن الطفوله تاعنا، ما يكونش سميه اننا راه كنديروا شي حاجه، خص يتفتح هذا الحوار ويكون حوار جدي. وبالتالي خص التقارير اللي غادي ترفع في الوقت ديال التقييم تخاد بعين الاعتبار، يعني ما تبقاش حبر على ورق. سي عبد الله، نعم، في هذا الاطار هذا شنو خصو يدار؟ كاين شي حوايج اللي ما غاديش يمكن التغيير في الوقت هذا. على الاقل حنا تنتمناو، وراه التصريح ديال الوزير في البرلمان هضر على انه الصفقات التغذيه وانه اللي ما غاديش يحترمها غادي يتعاقب، وهذا حنا تنتمناو على ان هذاك الشيء اللي تيقول الوزير يكون. بمعنى الجودة في الخدمات، الجودة في التغذية. على ذكر 60 درهم ديال المنحة، راه الأطفال ما تياكلوش فيها حتى 20 درهم. خاص ديروا زيارة وتشوف، وما كاينش، لأنه هذاك اللي خدا المارشي تيسو تريتي مع واحد خور وهذا، حتى تجي ديك 60 غادي حتى تبقى 20 درهم بالنسبة للطفل. ثانيا الفضاءات،
الفضاءات تيخص تكافؤ الفرص بالنسبه للجميع. اللي يقدم الطلب ديالو في الوقت يستافد من الفضاءات اللي بغى. وكاين كذلك حنا ما غاديش دابا نقولوا للوزاره بانه المرحله التخييميه ديال 10 ايام غير كافيه وغير صالحه تربويا بالنسبه للاطفال، عارفين بان ما عمر هذه المده غادي ترفع، لانه التخفيض ديال المده الزمنيه هو فقط لتضخيم الاعداد. ملي باش نقولوا راه حنا غنخيموا ب 150,000 وتلقاو بانهم مخيمين حتى ب 65,000. واحد العدد ديال الملفات اللي ما تتوصلش الميزانيه ديالها، والدليل هو انه السنه اللي مضات ما دارتش التدريب، ما دارش البرامج ديال التقييم بالنسبه للجمعيات. كانت محطه وحده تقييميه اللي كانت في بوزنيقه على مستوى الجامعه والوزاره فقط. فلهذا حنا على ذاك التصريح اللي تيقول الوزير تنتمناو على انه يكون، وحنا راه الاشاره في اي وقت باش نقدموا المقترحات ديالنا، وتنستغل هذا المنبر باش نوجه واحد النداء اللي حنا تنعتبروا انه هذا الفضاء ديال المخيمات ماشي فضاء ديال الجمعيات، هو فضاء ديال المغاربه، ديال ولاد المغاربه. بمعنى خاص نوجه نداء للخبراء، للمثقفين، للفاعلين السياسيين، كل شيء خصو يعطي رايه في الموضوع. لهذا حنا تنقولوا بانه خص واحد المناظره وطنيه ولا واحد الحوار وطني اللي نجهدوا من الجمعيات ومن الوزاره وناقشوا المستقبل ديال القطاع فين غادي به، باش نوصلوا تكون عندنا واحد المدونه ديال المخيمات ماشي مرسوم، مدونه ديال المخيمات، وكذلك اشراك واحد بعض المؤسسات اللي تنشوف دول اخرى تتشتغل في هذا الميدان، ولكن حنا ما كاينينش. الجماعات المحليه شنو دورها؟ صحيح خاصها يكون عندها حتى هي مخيمات محليه، وخاص يدار مصالح داخل الجماعات على غرار المصلحه ديال الطفوله والشباب اللي كاينه في الوزاره تكون داخل الجماعات الانتخابوي في الوقت اللي تكون. فهذا الموضوع هو شائك بحال اللي قلتي متفرع، وكاين واحد العدد ديال المجالات يمكن حلقات كثيره باش ان شاء الله يكونوا اراء اخرى. باسمكم مشاهدينا الكرام نشكر كل عبد الله حسني الكاتب العام لحركه الطفوله الشعبيه، والسي احمد الهادي نائب رئيس جمعيه المواهب والتربيه الاجتماعيه. احنا بدورنا تنشكر الاخ يوسف وموقع انفاس بريس وتحياتي. الى اللقاء.